تلدغ الثعابين نحو 5.4 مليون شخص كل عام، ما يؤدي إلى وقوع نحو 81 ألف إلى 138 ألف حالة وفاة وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، إذ تقتل الثعابين السامة ضحاياها بمواد سامة تنتج في غدة لعابية معدلة، يقوم الثعبان بعد ذلك بحقنها في الفريسة باستخدام أنيابه. وقد تطورت هذه السموم على مدى ملايين السنين لتسبب ردود فعل شديدة لدى الضحية من الشلل والنزيف إلى موت الأنسجة والالتهابات. سنستعرض في هذا الفيديو أخطر ثعابين يمكن لسمها أن يكون كافياً للقضاء على إنسان. أخطر الثعابين في العالم. 1. الممبة السوداء. تعيش الممبة السوداء في السافانا الصخرية وتعتبر أخطر ثعبان في إفريقيا، يمكن أن يقتل شخصاً بقطرتين فقط من السم. ورغم أن الممبة بنية اللون إلا أنها سميت بالسوداء بسبب لون أفواهها الداكنة، ويبلغ متوسط طولها نحو 2.5 متر، ويمكنها التحرك بسرعة 19 كيلومتر في الساعة. وتولد صغار الممبة بقطرتين إلى 3 قطرات من السم في كل ناب، لذا فهي قاتلة منذ البداية. وبحلول سن البلوغ يصبح في مقدرها تخزين ما يصل إلى 20 قطرة من السم في أنيابها. إن لدغت الممبة دون تلقي علاج تكون قاتلة، بمجرد حقن السم في جسد الضحية تصاب بالشلل أو سكتة قلبية. 2. أفعى رأس الرمح. يعيش هذا النوع من الأفاعي في أمريكا الوسطى والجنوبية، ويتراوح طولها بين 1.2 إلى 2.5 متر، وتزن نحو 6 كيلوغرامات، ويمكن للأنثى أن تنجب 90 نسلاً شرساً. وتعد أفعى رأس الرمح مسؤولة عن نصف جميع حالات التسمم باسم لدغات الأفاعي في أمريكا الوسطى. ونظراً لأن سمها يحتوي على مادة مضادة للتخثر، فإن لدغتها يمكن أن تسبب نزيفاً للشخص. 3. ثعبان الشجرة الخضراء. يعيش ثعبان الشجرة الخضراء في جميع أنحاء إفريقيا وبشكل أساسي في سوازيلاند وبوتسوانا وناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي، ويعد أحد أكثر الثعابين السامة التي يطلق عليها الثعابين ذات الأنياب الخلفية. يمكن لمثل هذه الثعابين طي أنيابها مرة أخرى في أفواهها عندما لا تكون بحاجة إلى استخدامها، كما هو الحال في الثعابين القاتلة الأخرى. فإن هذا الثعبان تحتوي على سم دموي يتسبب في نزيف ضحاياهم داخلياً وخارجياً. 4. ثعبان النمر الشرقي. يعود أصل ثعبان النمر الشرقي إلى الجبال والمراعي في جنوب شرق أستراليا، يمكن أن تسبب لدغته تسمماً للبشر في غضون 15 دقيقة بعد اللدغة، ويعد مسؤولاً عن وفاة واحدة على الأقل سنوياً في المتوسط. 5. أفعى راسل. يعزى نحو 58 ألف حالة وفاة في الهند إلى لدغات الثعابين كل عام، وأفعى راسل هي المسؤولة عن غالبية هذه الوفيات في سريلانكا، حيث تحب هذه الأفعى الليلية أن تستريح في حقول الأرز، فإنها تسبب معدل وفيات عالية بين مزارعي الأرز خلال وقت الحصاد. إن سم الثعبان يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من الأعراض مثل الفشل الكلوي الحاد والنزيف الحاد. وفي حالات نادرة تظهر أعراض مشابهة لمتلازمة شيهان، حيث تتوقف الغدة النخامية عن إفراز هرمونات معينة. 6. أفعى ذات قشور المنشار. الأفعى ذات قشور المنشار هي أصغر عضو في الأربعة الكبار في الهند مع أفعى راسل والكريت الشائع والكوبرا الهندية. يعتقد أنها مسؤولة عن معظم اللدغيات والوفيات ذات الصلة في البلاد. بمجرد أن تلدغ هذه الأفعى، فإنها تسبب تورماً وألم موضعي في المنطقة، يليه نزيف محتمل. نظراً لأن السم يعبث بقدرة جسم الضحية على تجلط الدم، ما يؤدي إلى نزيف داخلي وفشل كلوي حاد في النهاية، لذا يجب إعطاء مضاد السموم للضحية في غضون ساعات من اللدغة حتى يتمكن الشخص من البقاء على قيد الحياة. 7. كريت ذو النطاقات.
الكريت ذو النطاقات هو أحد أقارب الكوبرا شديدة السمية. سمها هو في الأساس سم عصبي يسبب شل العضلات ويمنع الحجاب الحاجز من الحركة. هو ثعبان من الأنواع السامة للغاية، تتواجد في العديد من المناطق في وسط وجنوب الصين وجنوب شرق آسيا. 8. الكوبرا الملكة. يعد أطول ثعبان سام في العالم، يصل طوله إلى 5.4 متر، ويسمح بصر هذا الثعبان برصد شخص متحرك على بعد نحو 100 متر. وعندما تتعرض الكوبرا للتهديد يمكنها رفع رأسها عن الأرض بنحو ثلث طول أجسامها. وتعود شهرة الكوبرا الملك ليس لقوة سمها، وإنما بسبب كمية السم التي تحقنها في الضحايا. إذ توفر كل لدغة نحو 7 مللترات من السم، ويميل الثعبان إلى الهجوم بثلاث أو أربع لدغات سريعة. هذه اللدغة بإمكانها قتل شخص بالغ في غضون 15 دقيقة، وفيلا بالغا في غضون ساعات قليلة. 9. تيبان الساحلية. أفعى سريعة بشكل لا يصدق، ويمكنها القفز بسرعات هائلة. تعيش في الغابات الرطبة في المناطق الساحلية المعتدلة والاستوائية. عندما تتعرض للتهديد، فإنها ترفع جسمها بالكامل عن الأرض، بينما تقفز أنيابها بدقة غير عادية وتضخ السم في عدوها. لدغته مميتة في أكثر من 80% من الحالات غير المعالجة. قد تتعرض للعض عدة مرات قبل أن تدرك أنه ثعبان تيبان الساحلي، وذلك بسبب سرعته المذهلة. 10. تيبان الداخلية. تيبان الداخلية أو الغربية الذي يطلق عليه أيضا الأفعى الشرسة، هي واحدة من أكثر الأفاعي سمية، ما يعني أن جزءا صغيرا من سمها كاف لقتل فريسة أو ضحية من البشر. وتعيش أفعى تيبان الداخلية بعيدا في الشقوق الطينية في سهول كوينزلاند وجنوب أستراليا، غالبا داخل جحور محفورة مسبقا لحيوانات أخرى، ونادرا ما تحتك بالبشر، إذ تعيش في مواقع بعيدة. عندما تشعر بالتهديد، تلف الأفعى جسمها في شكل لدغة واحدة سريعة أو لدغات متعددة. يتكون السم من تيبوكسين، وهو مزيج معقد من السموم العصبية ومحفزات التخثر والسموم العضلية التي تشل العضلات وتمنع التنفس وتسبب نزيف الدم في الأوعية الدموية والأنسجة وتضر بالعضلات. إذا أعجبكم الفيديو اضغط لايك وشارك الفيديو مع أصدقائك. بانتظار تعليقاتكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.